طيب بقى حسن، نروح للفنيات شوية. يعني ايه اكتر حاجة كيروش ركز عليها في التدريبات الفترة اللي فاتت؟ خليني اقول لك يعني يعني ملامح التشكيل اللي بالظبط، احنا ممكن نبدا بيه بكره انا مباراه برضو نيجيريا. عارفة يا حسن، موضوع التشكيل ده ان كيروش مكتم قوي على الموضوع دوت، وان حتى الناس الموجودين في اللي بيشوفوا التمرين وكده مش عارفين يقفوا على التشكيل اللي ممكن يلعب بيه في المباراة الجاية. ده حقيقة كيروش محير جدا، خارج التوقعات، ماشي بنظام انا محدش يتوقعني، صح يعني مظبوط، بمعنى دي ده حقيقة يا حقيقة حسن. يعني يعني هو بس انا عايز اقول لكم على حاجة، انا من خلال رؤيتي للتدريبات انا شايف ان هو هيبدأ بمحمد الشناوي حراسة المرمى، مبدأ يعني حراسة المرمى وخط الدفاع بالنسبة له مش مشكلة قوي، هو مستقر هيبدأ بمين؟ المشكلة كلها في الهجوم. محمد الشناوي، القصة كلها في خط النص، في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي امامه رباعي خط الظهر، ناحية الشمال هيكون احمد فتوح، اثنين قلبي دفاع حجازي والونش، ناحية اليمين هيكون اكرم توفيق، ده مؤكد بنسبة 95%. نروح بقى لخط النص الثلاثة اللي موجودين، لان هو يعني عاوز يلعب بطريقة 4-3-3 زي ما هو عودنا في الفترات الأخيرة. مركز خط النص استقر بشكل كبير على محمد النني وحمدي فتحي. مين بقى يلعب جنبهم في مركز 8؟ دي مفاضلة بين 3 لعيبة، عبد الله السعيد، احمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه. اللي هيحدد المركز ده الحالة الفنية والبدنية اللي وصل لها محمود تريزيجيه. الحقيقة هو مفاجئنا في التدريبات، مش محسسنا تماما بفضل الله ربنا يحفظه انه راجع من اصابة. فبالتالي هو الاقرب انه يكون في مركز 8 بداية من المباراة الثانية، لكن بكرة ممكن ما يبداش فيه، ما يبداش في تريزيجيه عشان لسه راجع من اصابة، ويبدأ بعبد الله السعيد على الأقل في الشوط الأول، وعلى حسب سير المباراة ممكن نلاقي عبد الله السعيد، ممكن نلاقي تريزيجيه يكون نازل كبديل في الربع ساعة الأخيرة أو الثلث ساعة الأخيرة من الشوط الثاني، لأنه كيروش مقتنع جدا إنه ناحية الشمال الهجومية يكون عمر مرموش في الخط الهجومي يلعب في ظهره تريزيجيه، هو عايز يلعب في دي، يبقى جبهة هجومية كبيرة جدا. يعني انت شايف بالنسبة يا لخط حسن ان هو ممكن يلعب اللعيبه في مراكزهم الطبيعيه، ولا ممكن نشوف برضو حاجات زي اللي كنا بنشوفها في كاس العرب؟ لا، ممكن نشوف الحاجات اللي كنا بنشوفها في كاس العرب لسبب واحد، انه احنا لسه منتظرين تيست الكورونا هيودينا على فين، ممكن بالظبط، يبقى هو عامل حسابه على لعيب اساسي فجاه الكورونا تخليه اللعيب ده مش معاه، هيضطر يوظف لعيب ثاني في مركز مختلف زي ما بيعمل كده مع ايمن اشرف، لعيب كبير جوكر، ممكن يلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال ويلعب قلب دفاع، لعبته خط نص مش هيقول لا، فهو عشان كده بص يا حسن، هو ايمن اشرف انت اختصرتها في جملة واحدة، وهي ان كيروش ماشي بمبدأ محدش يتوقعني. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل، خلينا نشوف ايه التشكيل هيبقى عامل ازاي. بس فعلا زي ما انت قلت، الاساسيات ممكن تكون واضحة بالنسبة لحراسة المرمى والدفاع، خط النص هو اللي فيه لخبطة شوية. بس بنشكرك في الاول وفي الاخر على كل التفاصيل اللي انت اديتها لنا.